في مثل هذا اليوم فخامة الأخ الرئيس علي سالم البيض أعلن فك الارتباط. ونسمع في مثل هذه الأيام بعض القادة الجنوبيين يدعون إلى الفدرالية، ما هي الكلمة التي توجهها للقادة الجنوبيين في الخارج الذين يدعون إلى الفدرالية؟ اولا نحترم كل قادتنا الجنوبيين سواء كان بالداخل او بالخارج. كلمه اوجهها لكافه قادتنا سواء كان داخل او خارج ان يتوحدوا. اول قبل كل شيء كلهم كلمه موحده. نحن نقول لهم لابد من انتصار. ليش؟ لان احنا ما نخشيش الوحده، لان الوحده اصلا الذي من الذي جانا فيها؟ من الذي تعب فيها؟ نحن الجنوبيين. واول من دق معسكراتنا هم دقوا ب 27 ابريل، لهذا فلنطالب بانفصال لان في قضيه وطن. قضية وطن ظلم، قضية شعب شحر، فلهذا قضية الجنوب المراتب الأولى والانتصار المراتب الأولى، مش لأننا ما نحبش التوحيد أو ما نحبش التراب اليمني الموحد، لا، لأننا ظلمنا في ظل هذه الوحدة اليمنية، لهذا نطالب بالانفصال وأن يتوحدوا أولا الجنوبيين أنفسهم.